نرجع إلى الشأن الداخلي، حيث اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الكويت الدولية العاشرة للقوارب الشراعية التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي بمشاركة 64 لاعب ولاعبة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو أمين سر النادي البحري الأستاذ خالد الفودري. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. حياك. مبارك لكم هذه البطولة وتقريبا ختامها، وايضا هناك انا ودي ابارك ايضا حتى حق ابطال الجت تسكين اللي حاليا موجودين في الولايات المتحده الامريكيه. بدايه خلينا نتكلم عن البطوله هذه بشكل عام والمشاركه الدوليه فيها. الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه البطوله هي العاشره تنظيميا في اسم بطوله الكويت، هي كانت بطوله الخرافي بالسابق. 34 سنة من العطاء هذه البطولة موجودة بعد القوانين وتسنين القوانين من قبل الدولة أن البطولات ما تسمى بأشخاص، صارت هي بطولة الكويت الدولية للشراع العاشرة، تنظم من الاتحاد الدولي للقوارب الشراعية. لله الحمد 11 دولة، كانت المفروض أكثر لكن ظروف الدراسة وظروف بداية الدراسة في دول مجلس التعاون هي شوي أخرت بعض الفرق من الوصول. نحمد الله 64 لاعب مثل ما قلت أخوي نجيب انطلقوا في النادي البحري الرياضي الكويتي. طيب هدف هذه البطولة، يعني احنا نتكلم عن 64 لاعب ولاعبة من دول مختلفة. طبعا احنا الهدف احنا ايضا موقوف الرياضي عشان نكون احنا الهدف الاول منها صراحة الأمانة هو الوقوف الرياضي. احنا دائما احنا في الفترة الأخيرة دائما البطولات ما تقام في الكويت بسبب عدم رفع علم الكويت، لكن احنا بعلاقاتنا مع الاتحاد الدولي حاولنا وجبرنا الاتحاد الدولي ان تقام هذه البطولة على ارض الكويت بحكام دوليين وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للشراع، وكان هو موجود في هذه البطولة وهو كان الحكم الأول لهذه البطولة، وهذا هو كان هدف النادي البحري رفع الإعلام وعملية احتكاك لاعبين. احنا في الفترة الأخيرة تعبنا شوي لاعبين معسكرات لهذه البطولة والحمد لله أنجزنا فيها. إنجازكم إنجاز حلو، بين العنصر النسائي تعبنا ما راح بلاش. جميل. نتائج حلوة. نتائجنا نتائج لا الحمد لله 13 ميدالية، تفوق على البطولة هو كأس البطولة لدولة الكويت، كذلك لاعبينا ولاعباتنا. يعني الأمانة أنا سعد جدا أن العنصر النسائي بدأ يبين عندنا في النادي وخاصة في بطولة الشراع، وأنت عارف يعني أنت تحب البحر وعارف البحر شنو يسوي خلال فترة الصيف. طيب نتكلم عن مسابقات الشراع، يعني هي عبارة عن أكثر من صنف. أبي أيضا أنور السادة المشاهدين، عندنا صنف الأوبتيموس اللي هو يبدي من 7 سنوات لقاية 14 سنة اللي هو الحين موجود في الشاشة، هذا الأوبتيموست. هي هذه اللعبة الأولى دوليا والاهتمام فيها في صنف الأوبتيموست. عندنا الليزر العام الستاندر، كذلك ليزر 4x7 وأغلبه يكون من العنصر النسائي، وليزر راديال هم كذلك. وطبعا المراحل عمرية تتراوح من عمر لعمر تفرق في الصنف. بالنسبة للعب خططكم وطموحات النادي المستقبلية إن شاء الله. طموحات كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله عندنا بطولة العالم في بمناسبة احتفالات العيد الوطني في فبراير، راح تكون بطولة خاصة للأوبتيموست، وإن شاء الله وعدنا يعني على نفسنا كإدارة النادي البحري بالتعاون مع الإخوان في الهيئة العامة للرياضة أن تكون بطولة دولية ويشارك فيها 35 دولة من العالم، وإن شاء الله الستارت مالي بالنسبة للاعبين 120 إلى 130 لاعب من صنف الأوبتيموست، وهذا صنف الأوبتيموست هو صنف الأطفال، أعطينا مجال لهم وراح تكون هناك جوائز قيمة مقدمة من النادي البحري لهذا اللاعبين. جميل. أنا بس بتطرق إلى بطولة العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة للجيت سكي، مع أدري يمكن الوقت ما يساعدنا لكن ما يخالف، عيالنا ويستاهلون. تبارك الرحمن كل سنة قاعد يشاركون في هذه البطولة، كل سنة قاعد يجيبون أرقام، كل سنة قاعد يجيبون ميداليات ذهبية، وكل سنة قاعد يطلعون تبارك الرحمن يعني الأوائل، خاصة أن أبطال جت سكي المشاركين أو قاعد يشاركون في هذه البطولة تحت مظلة
النادي البحري الكويتي. نتكلم عن وايضا الهيئه العامه للرياضه، نتكلم عن مشاركتهم واخر النتائج. طبعا حصلنا الحمد لله الحمد 13 ميداليه في بطوله العالم المقامه في الولايات المتحده الامريكيه في ولايه اريزونا. اليوم فضل من الله والحمد لله رب العالمين ان انجزنا فئة المحترفين أو فئة كبار المحترفين. لاعبنا محمد بربيع حصل على المركز الأول في هذه البطولة أو في هذه الفئة. نتقدم صراحة ونهدي هذا الفوز لحضرة صاحب السمو وللحكومة الرشيدة. محمد بربيع بطل، يعني لو بتحكي عن يبيلي برنامج كامل عن البطل، واحد يعني مسيرته الرياضيه 21 ميداليه حصل عليها، والله فضل من الله ان تتوج في هذه الفئه البطل العالم للمره الثالثه على التوالي. نعم، أمير النادي البحري الاستاذ خالد الفودري، شكرا جزيلا على وجودك، ونرجو لكم التوفيق إن شاء الله في القادم من البطولات، وطموحاتكم إن شاء الله تتحقق إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا لك. إذن